بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه كاتونسيت باش نحاولوا ننظفوا لها ليجير، باش نوريكم كيفاش تصير العملية. نحي الكاش. بانس هبرة نحو الفترة هاد مكان شي ساس علينا البلاصة هذا التيب اللي يركب في التربو نحوه باش يلس علينا بالبانس ما فيه شي ساهل الفترة هاد زاد فيه كعبتين فيس يخرج كامل كما هو الشطر الفوقاني هذاك في التيار كلها بلاستيك يجبدو هكا بالنسبة هاي اللي جيه هذه اللي جيه اللي هي جيه ورا الفتر المازوط نتنحى الفتر المازوط من بلاصته هاي هذه اللي جيه هذه باش نحاها باش ننظفوها تو على خاطر لازم ممكن تكون مسخة خاطر تمركي في التابلو مشكل تاع بوليسيون هاي معروف جيه يعني نحب يظهر لنا تو اللي جيه قدامنا يعني بسهولة تام هذه اللي جيه ايه هاكا واش نحو نجي توا باش نحو نجي باش نشوفو هاي عندنا في شنو شادين ثلاثة بيونات هو زوز فيسات زوز فيسات زوز فيسات ثلاثة فيسات عاد زوز وكولي هذيك شنو مغني؟ ثلاثة من اللوطة ودي على الجنب باش نحيه من اللوطة انت بال باش نحيه كامل معناتها اي ما يخرجش هذاك خدمة زوز بيونات وكولي هناك مفتاح كذا مفتاح 8 8 هناك مفتاح 8 كولي كولي تشد هي اللي تدخل ما بين الشكمان وما بين هو البنات تطوال هذيك واحدة ثلاثة هنا حينا الجيار البر باش نفركوه من بعضها باش ننظفوه فما ثلاثة فيسات تحلو مفتاح سيبون هنيهم
نقطعها 3 بيسات. هذا هو الواحد، هذا الوسخ اللي في الله، هذا الوسخ، هذا لازم نضاف لك حل. هذا فما بيستون هنا لازم يمشي ويجي، هذا كالمشي شفتوا هنا كيش يدور يمين وصار مش يسكر على هذه، هي مش يدور يمين وصار بشوي يحل هواء ما بين هذه وهذه، استنى ما بين هذه وهذه، هذا اللي جير هو مش يسكر على هذه ويحل هذه، كي تدور هذه تدور يمين تسكر على هذه، تدور يسار تسكر على هذه، هذيك تبدا مسخط ولا تمشي بالريتار وتولي كاسحه وتشد الكاكات تشد وسخ. هو نورمالمون لازم يتغير عندهم هما في اوروبا، لكن احنا نجمو ننظفوه ونرجعوه. تو باش نجيبوا شويه ايسونس ولا مازوت ونحوا الكاله هذه اللي فوق منه، اللي هي جوان، نحي جوان، جوان بركه باش 13 جوان، نحي جوان، هذا الجوان نحيوه باش ما يتقطعش، نحطوا على جهه. وهي توا باش نجيبوا لها شويه ايسونس، نجيبوا لها شويه ولا مازوت وننظفوها بشويه تخدم يمين يسار من رجله. فما هنا فيها كي رولمون لازم يمشي ويجي صغيرون، ما يبانش، يبان دوبلاش. هذا لازم شفتوا كيف تدور، تدور يمين وتدور يسار، مش هذه تتولي رزينه، هذا تولي في الدوران رزينه. وهي فما بيستون يتحز الفوق ويهبط ويخرج يطلع ويهبط، هذاك زاد كيف كيف، فهم كل الموديل كيفاش. باهي ولا شويه ايسونس انا فيه هذاك ولا مازوت ننظفوه، مش نخدموه يمين يسار باش انا ولا يمشي سهل ولا يدور سهل ولا يدور سهل، معناتها بدا يتسرح. لا خاطر علاش هنا فما كلابي من هنا في البلاصه هذه تما تخدم، هي اللي تسكر على باش تحل الهواء يمين يسار على الجهه. هذا يدور بكله طبعا، بعث لي ماشي يدور بكله، لان كي تركب له التات نتاعو التات الالكتريك هو اللي يدور، يعني حسب التسكيره والحاله نتاع الجهه. لان فيها قلنا فيه البارتي هذه اللي هي تمشي للادميسيون، والبارتي هذه تمشي للشافمون، يعني هما كلهم في الاثنين في الشافمون، لكن هذه تركب في الكلاس وهذه صورتي شكمة. يتنظف هذا مليح مليح مليح. توا نوريكم توا كيفاش ننظفوه مليح، ننظفوه حتى كان لازم تهزوا حتى للافاج ولا تهزوا السبالة، تنظفوا بالمازوت ولا بالغاز، تنظفوا تسرحوا مليح مليح لين يولي أبيض من داخل، ترجعوا في بعض وتركوا. هنا أبيض ولكن نظفناه بالليسونس بكذا، وبعد نعطيناه ضربة بالديليون باش خرج هكايا الماء نظيف، ما عادش فيه حتى إشكالية. باش نركبوه ونجربوا اذا كان الديفو تحسن ولا كان الديفو ما تحسنش، معناتها اللي هي فما كعب السيباب الداخل ما عادش تسكر، تولي ما عادش تخدم بكذا كعب السيباب هذيك. هذا الرول نتاعو هو كونه وقت يتقصر الموتور يحل البارتي نتاع الشافمون على الكلاس في الادميسيون وياخذ الهواء اللي حشتو به باش ينجم يتنفس. فما السباب اللي تطلع وتهبط هذيك اللي بتسكر على الجيار وتحل، عاش عليها وحاولت نوريها بكاميرا من داخل خاطر مظلمه، وخاطر مش البارتي الاخرى مسكره ما تعديش الهواء. هذيك فما كعب السباب هي تحل الجيار، هي الرول نتاع الريلي هذيا هي تطلع وتهبط هاك السباب هذيك، وقت يحشت بها الموتور باش في الاكسلاسيون عنده رول يخدم بها. وتو هو باش نرجعوه لبلاصته ومن بعد نعاودو نهزوها للدياغنوستيك، خاطر في الدياغنوستيك خرجت لنا كون عندها الجيار مسخ. توا كيما نحيناه باش نرجعوه في مكانه،